على مساحة أكثر من 26 هكتارة تسكن أكثر من 1200 عائلة بحي بن جعيدة برج البحري التابع لدائرة دار البيضاء بالعاصمة، مدخله مغطى بالتراب حتى لا يظهر للمرة عبر الطريق الرئيسي. احنا هنا يا سيد، هذا عنده أكثر من 30 سنة، احنا اللخر فينا عنده 15 سنة هنا يا. أنا وليدي عنده 15 سنة زاد هنا. بالنسبة هذا الروم بليارة في 2007 جاو حطوا الباطيمة اللي كتشوفيهم في العام اللي جاو رصنصانو هنا، هذاك العام اللي جاو داروا هنا إحصائية تاع ساكن وكانوا واعدين يعني بساكن، يعني بعد 6 أشهر أو 7 أشهر جاو غطونا بالرومبلي، والأمر هذا كان مقصود لأنه الوالي كان جا هنايا، والي زوق جا. أكثر من 15 سنة من الحرمان والتهميش تلاحق هذا الحي الذي يشاع أنه مشروع ولائي متوقف لصالح شخصيات سياسية معروفة. والو على خطرك، هذا مشروع ولائي، هذا مشروع ولائي، احنا ولينا ننترفنيو مع الولاية، يعني الحق الولي المنتدب هذا اللي راه لدركاتيك شاك فوا نروحو لعندو يستقبلنا، ميما تحسي باللي ما نعطيك حتى حاجة جديدة. يتذكروننا أيام الانتخابات، هو ما ردده سكان هذا الحي، سكان يأملون أن تتم عملية ترحيلهم في أقرب الآجال، خصوصا مع انتشار الأمراض المعدية جراء النفايات المنتشرة في كل مكان. كي يجي الفوط يجوا لعندنا، ومين يحبس الفوط ونفوطوا عليهم ويشدوا البلايس ما كاش اللي يشوف فينا.